خلونا ننتقل سريعا للأخبار اللي هتحصل النهاردة. النهاردة هتتنظم مواعيد العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق وهترجع لطبيعتها مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لحد الكتكات. كمان النهاردة هيخوض فريق الزمالك لكرة القدم مباراة قوية مع نظيره الهلال السعودي الساعة 8 مساء في مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصري السعودي. وخلينا نشوف أخبار تانية هنعرفها في السياق التقريري اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمواعيد العمل بالخط الثالث لمترو الأنفاق هترجع لطبيعتها بداية من النهاردة، وده بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات الخاصة بتشغيل المحطات الجديدة من العتبة لحد الكتكات. المحطات دي هي ناصر بمنطقة الإسعاف، محطة ماسبيرو بشارع 26 يوليو، محطة صفاء حجازي بالزمالك، ومحطة الكتكات بمنطقة العجوزة بكورنيش النيل. النهاردة هيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة عن التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن الكريم. كمان النهاردة هتحيي عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية. برنامج الحفلة هيتضمن مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية اللي أعادت نسمة صياغتها علشان تناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، أكدب عليك، وحارة السقايين. النهاردة هيخوض الزمالك مباراة قوية مع نظيره الهلال السعودي الساعة 8 بالليل في مباراة كأس لوسيل على لقب كأس السوبر المصري السعودي. المباراة هتقام على استاد لوسيل، أحد الملاعب اللي هتستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر.